طبعا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دائما حريص على أن يشارك في معارض الكتاب، وإحنا اليوم متواجدين في القاعة رقم 9 من خلال منصة مركز حمدان. الشيء جميل أن اليوم يعني أن إحنا مركزين على إصدارات المركز، مركزين على الفعاليات، على كل الأشياء اللي موجودة عندنا في المركز، خاصة عندنا مبادرة وثيقتي اللي نحرص دائما على أن إحنا نشارك فيها، وعندنا الوثائق الجميلة اللي أول مرة نعرضها هذه السنة في المعرض. هي كل الوثائق اللي تخص دولة الإمارات ما قبل الاتحاد إلى اليوم، هذه معناته المبادرة. أيضا في منصة مركز حمدان عارضين إصدارات المركز في أكثر من إصدار، والشيء الجميل أن السنة في هذا الموسم من المعرض الكتاب عندنا 3 إصدارات. كان في إصدار وريث الشعر، إصدار القيم الأخلاقية للحكاية الشعبية، وأيضا عندنا إصدارات للأطفال، 4 قصص للأطفال كانت جميلة جدا، أن لاقت يعني هذه الإصدارات استحسان من الجمهور، وأن المتلقين يعني كلهم زاروا مركز حمدان للتعرف على إصدارات هذا المركز.